علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آل انڈیا مسابقہ قرآن میں پہلے پوزیشن حاصل کرنے والے علاقہ میوات کے طالب علم حافظ نعیم احمد متعلم مدرسہ اشرف العلوم قصبہ دھوج کو الہلال دینیات اکیڈمی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کی جاتی ہے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.